السلام عليكم خوتي اخواتي السيكدارين، كدير من الاحوال؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، في الاحوال جيده. عندنا جبت لكم طبق ديال الدجاج بالقناريه، كيجي رائع رائع بزاف ومريقه خاسره مزيان. غادي تتبعوا معايا المقادير وعادي تنجح معكم ان شاء الله. عندي هنا دجاج، تقريبا جوج دجاجه ما كاملاش، عندي هنا تقريبا دجاج ما كاملاش. دايره هنايا ثلاثه ديال البصلات كبارين شويه، كاس ديال زيت الزيتون يعني والعطريه، فيها معلقه ديال الخرقوم، معلقه معمره الابزار، سكينجبير يعني عطريه ديال الدجاج، ملحه حسب الذوق، وجوج فصوص من الثوم يعني الدجاج كيبغي الثومه. هنا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، يعني تاع البصله انها كتحتاج البصله يعني باش المريقه ديالنا كتجي زوينه. كنديروا داك الدجاج عندنا في الكوكوط، غنزيدو عليها داك العطريه اللي عندي كامله، غنزيدها، غنزيد حتى البصله، ونسيت داك القزبر المعدنوس هو كنضيفو، ونديرها فوق العافية على عافية مهيلة بزاف حتى كتدوب لنا داك البصيلة شي شوية، يعني على هاد الطريقة هكا كتدوب داك البصيلة وكتدخل داك الشرمولة على الدجاج مزيان، كيجي رائع رائع. جربوها معي يعني هاد الطريقه، جربوا على اي حاجه ديروها بالدجاج، ديروها الطريقه هادي، يا شيفلور يا اي يا قناريه يا اي حاجه، كتجي رائعه بزاف. كنضيف هنا زيت الزيتون عندي او زيت الزيتون زيت المائده حسب كل واحد شنو كيبغي، وكنضيف المرقه اللي غادي طيب لي فيها الدجاج. انا كنطيب الدجاج بالاول وعاد نضيف القناريه نديرها، لان عندي قناريه بسايد ما غاديش تسالي الدجاج والقناريه في الكوكوط واحد، فضلت ان الدجاج كيبقى في المذاق ديالو، الدجاج كيجي في المذاق ديالو، كيبقى بديك التشرميله ديالو اللي كيتشرمل به، وعاد كضيف هذيك كتجي زوين. كاين اللي كيبغي يديرهم بجوج، انا درت كل حاجه بوحديتها. بعد ما طاب لي الدجاج ديالي كما كتشوفوا، غادي نحيد دجاج نديرو بوحديتو، غادي القناريه خديتها نقيتها وغسلتها مزيان. دابا نشارك معكم طريقه التنقيه ديال القناريه ان شاء الله. هنا كناخد داك القناريه كنديرها في الكوكوط، كما كتشوفوا انها مغسوله منقيه مزيان، كنديرها كامله في الكوكوط بحال كتهزها لي الكوكوط. داك القناريه اللي عندي، انا من عشاق القناريه بزاف، كنبغيها وكنبغي داك المروره ديالها، ما كيبغيش المروره ديالها يسلقها، يديرها في الماء شويه الملحه ويسلقها وعادي يديرها. انا كتعجبني داك المروره ديال القناريه، كنحس بالمذاق ديال القناريه كتعجبني، ما كنسلقهاش وكنحتفظ بداك الفيتامينات ديالها وداكشي كيبقى يعني ما كنسلقهاش. عندي هنا تقريبا 4 ديال المطيشات اللي جيت وحكيتهم مزيان يعني وضفتهم، وغادي نضيف دابا الماء باش يطفن طيب لي داك القناريه. كتحركوها كانها باش داك القناريه تاخد بلاصتها مزيان وطيب ان شاء الله.
هنا من بعد ما عندي قفل عليها نضب طلق النارية، كنجي غادي نصبها في الطبق ديالي ان شاء الله. ندير الدجاج سخنته كنحطه هنايا، ثم كتشوفوا كي كتجي ديك المريقة خاطرة. كل اللي كيضيف ليها الليمون مصير، فمي كتجي طيب ديك القنارية. انا ما توفر ليش الليمون، انا كنكب الطبق ديالي مزيان. انت بعد ما كملت ضفت شويه زيت الزيتون، الزيتون حامض هنا من الفوق. اتمنى ان لنا الاعجاب ديالكم بصحتكم وراحتكم، ونكون فيتكم وفهمتوا الشرح ديالي. ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. صحه وراحه.